تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الحفل الختامي لمسابقة البحرين الوطنية للروبوت في نسختها 12 بتنظيم من قبل وزارة التربية والتعليم ومجموعة برايتوس التعليمية المنظم الوطني لأولمبياد الروبورتاد العالمي. هذه المسابقات تلعب دورا كبيرا في تحفيز الطلبة على المشاركة الفاعلة بتقديم الأفكار الإبداعية في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي. مبادرات متواصلة ودعم مستمر توليه مملكة البحرين لمسابقة الروبوت الوطنية، والتي تلعب دورا كبيرا في تطوير قدرات الشباب البحريني وإتاحة الفرصة أمامهم للمنافسة عالميا في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي. مشاركة الكم يعني لا بأس به من المدارس الحكومية والخاصة، في نفس الوقت الفائزون والمتأهلون من هذه المسابقة يتم إرسالهم إلى طبعا أوروبا للمشاركة في مسابقات متقدمة، وهو طبعا يعتبر جزء من الفعاليات السنوية التي تهتم بها وزارة التربية والتعليم كجزء من الأنشطة الطلابية. في الواقع مثل هذه الفعاليات تنمي مهارات الرياضيات، التكنولوجيا، الهندسة لدى الطلبة، وفي نفس الوقت تفتح أفاقهم للتفكير خارج الصندوق. خلال هذه المسابقة قدرنا نكتشف السنة الحمد لله مواهب جديدة، قدرات مميزة. نبارك للفرق اللي تأهلوا، ونطلع أنهم إن شاء الله يعني بعد يوصلون لمراحل متقدمة في المسابقة اللي على المستوى العالمي اللي بتكون إن شاء الله في شهر نوفمبر في بنما. الروبوتات الوطنية من أهم المسابقات على مستوى البحرين، مسابقة سنوية الهدف منها إظهار المهارات الطلبة والكشف عن هاي المواهب في عمر مبكر. تزايد أعداد المشاركين في كل دورة من هذه المسابقة يعكس أهميتها ودورها البارز في تحفيز الطلبة على المشاركة الفاعلة بتقديم الأفكار الإبداعية في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي. وبلغت أعداد المشاركين في هذا الموسم 294 مشارك من طلبة وطالبات المملكة. فكرة مشروعنا هي بلو كونتينرز، والفكرة منه إن هو يفرز المواد الضارة والغير ضارة في البضائع اللي تنزل من السفينة للميناء، فهو يشيل المواد الضارة ينقلها لمكان مخصص لها بحيث إن هي تكون بعيدة عن المواد الغير ضارة وبعيدة عن الناس بعد. المشروع مالنا يعني وايد زين لأن دعم لوجستي وفي نفس الوقت يقلل من الأخطاء الموجودة وسرعة في الشحن والتفريغ، وأيضا يقلل من الأسعار لأنه هو دعم لوجستي. المتأهلون في هذه المسابقة على موعد مع أقرانهم من شباب العالم لمنافستهم في أولمبياد الروبوت العالمي بجمهورية بنما في نوفمبر المقبل. مهارات متقدمة ودقيقة في مجال ابتكار الروبوتات تحتضنها مسابقة الروبوت الوطنية، والتي حصدت جملة من الأفكار الخلاقة لطلبة مدارس البحرين بإيجاد روبوتات قادرة على القيام بالعديد من المهام بحرفية وتقنية عالية لتسهيل عملية التواصل مع العالم في مختلف المجالات. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.